مرحب فيكم من جديد مشاهدينا، وارحب ايضا بالاقتصادي استاذ وليد ابو سليمان. صباح الخير استاذ وليد. صباح النور لك ست سمر وللمشاهدين جميعا. اهلا وسهلا فيك. اليوم طبعا هلا قلنا يومين ثلاثه شغلنا الشاغل هو قانون قيصر. طبعا اللي شغل اللبنانيه هو اكل عيشهم ولقمه الخبز، وكيف بدهم يسكروا جشع المدارس واقساط المدارس، وكيف بلا ما يتعلموا الاولاد يعني، وكيف بدهم يحيطوا بحياتهم ويقدروا يكملوا بحياتهم كلها سوا، وخصوصا انه الكل يبشر انه المرحله المقبله هي مرحله اصعب بكثير من يلي نحن فيها ومن يلي مرقت. ومنزيد فوقهم موضوع قانون قيصر يلي اليوم مفروض أنه مطروح على طاولة مجلس الوزراء، وفي كلام عن سجال كبير في هذا الأمر. أول شيء خلينا نقول أنه شو هو نصيب لبنان من هذا القانون تحديداً؟ بالطبع خليني بداية بلش للمشاهد يعرف أنه في ترابط عضوي بين الاقتصاد اللبناني والاقتصاد السوري. بعد ما نشبت الأزمة بسوريا سنة 2011 كان في هنالك دراسة أنه كل ما بينخفض الناتج المحلي بسوريا بنسبة 1% بينخفض بلبنان بنسبة 0.20%. إذن بيتأثر اقتصادنا تلقائيا بأي انتكاسة بتصير بسوريا. اليوم كمان نحن الملفت انه من 2013 لل 2018 التبادل التجاري مع سوريا كان في فائض لصالح لبنان بنسبه تقريبا 700 مليون دولار، في فقط ثلاث بلدان اللي فيها اللي بيتبادل معها تجاريا لبنان وبيكون فيها فائض، سوريا وعراق وقطر. إذا اليوم طبعا لبنان رح يتضرر للاسف من هالقانون، رح يتضرر كيف؟ بداية لبنان كان عم بيعول انه ميناء طرابلس يكون منصة لإعادة اعمار سوريا. نعم. مضطرين نغض النظر عن هالشيء بعد هالقانون. من ثم المصارف اللبنانية كمان المتواجدة بسوريا تقريبا سبع مصارف كمان رح تضطر تتعامل بحذر مع الداخل السوري، واكيد كمان الشركات والافراد اللي كانوا هن عم بيعولوا على الاستثمارات المستقبلية بسوريا كمان رح يضطروا يحجموا عن استثماراتهم بسوريا. ليش؟ لأنه هذا الشيء ممكن يرتب عليهم عقوبات إن كان على الأفراد وعلى الشركات، بحيث أنه ممكن تتسكر حساباتهم المصرفية. هلأ كمان الاتفاقات من دولة لدولة واستجرار الكهرباء من سوريا، طبعا هذا الشيء كمان رح يعد تعامل مع دولة إرهابية، كمان لبنان رح يضطر يغض النظر عن يعني عمليا رح يفكك كل التعاون، خلينا نقول الاقتصادي التجاري المعيشي الاجتماعي مع سوريا تحديدا، ونصبح بلد معزول عن العالم الا عبر البحر يعني والجو. باستثناء هلا الترانزيت، لانه هذا منه تبادل تجاري مباشر مع سوريا، والسياحه يعني السياح اللي كانوا يجوا عبر البوابه السوريه، هذا الشيء طبعا منه ما بينعد اذا بدك دعم للدوله السوريه. نعم. هلا شو قادره تعمل، اي موقف قادره تاخده الحكومه اللبنانيه والدوله اللبنانيه في هذا الاطار؟ هناك من راى انه مجرد ان اقدمت الحكومه اللبنانيه بدعم من رئاسه الجمهورية على طرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء تلقائيا ورطت نفسها في هذا الأمر، وهناك موقف للثنائي الشيعي مغاير تماما، خصوصا أنه يعني بالشكل العام المقصود من وراء قانون قيصر هو المقاومة اللبنانية وحزب الله تحديدا طبعا وبعض الحلفاء. خليني اقول لك، صحيح انه هو بالظاهر هو اقتصادي، طبعا هو بالباطن سياسي وفي كباش لاخضاع حزب الله، انما المشكله الاساسيه انه اليوم بالتوازي لبنان عم بيتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ونحن بنعرف انه الولايات المتحده الامريكيه عندها حق النقد بصندوق بموضوع اقراض لبنان، بالتالي هذا الشيء ممكن ياثر، ممكن من هالمنظار طرح
طرح هيدا على طاولة مجلس الوزراء. نعم. من ثم ما بدنا ننسى أنه نحن بعده اقتصادنا لليوم اقتصاد مدولر، يعني الودائع صحيح أنه ودائع هي دولار محلي ودولار وهمي منه دولار حقيقي، إنما نحن بنتعامل مع المصارف المرسلة بالخارج ونحن بنستورد من الخارج، ونحن شفنا شو صار مؤخرا مع أحد المصارف اللبنانية بشطبة قلم انشطب المصرف. إذن هذا السلاح هو سلاح فتاك ممكن الولايات المتحدة الأمريكية تشهره، ومنعرف كمان مثل ما قلنا أنه بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي في حال نحن ما نفذنا أما ما امتثلنا بقانون قيصر ممكن هذا يكون يرتد سلبا علينا بهالمفاوضات، علما أن المفاوضات بعدها ببدايتها وممكن تاخذ وقت كثير وفي طروحات طيب اخرى كثير منيح، ولكن عمليه الامتثال يعني شو هو يلي رح يكون ثمنه اكبر على لبنان وعلى البلد، عدم الامتثال ام الامتثال؟ يوم الامتثال خطير جدا، الامتثال يعني انت عم تلغي مكون، انت عم تفتح باب على مصراعيه لاي نوع من انواع الفتن والعمليات الامنيه وصولا الى يمكن حرب عمليه. هلا نحن بنعرف كمان انه بالتبادل التجاري بيننا وبين سوريا في كثير تهريب، وهذا الشيء كمان الحكومه اخذت على عاتقها انه تحد من التهريب. هلا عامل الوقت هو اللي راح يحدد التداعيات على لبنان، ولا يزال الموضوع مبهم. خليني اقول انه نحن ما عندنا اليوم بديل الا المفاوضات مع صندوق النقد، بديل سريع يعني، الا اذا اقترحنا ما يسمى سواب لاين اجريمنت اللي هو فينا نتفاوض مع مصارف مركزيه لقاء قرض ونحن بنكون حاطين عنده رهن بالليره اللبنانيه، انما بموضوع عدم الامتثال والتوجه الى الشرق هيدا بياخذ وقت كثير، يعني نحن اذا بدنا نربط عملتنا مثل ما اليوم رابطينا بالدولار، بدنا نربطها باليوان، بدنا وقت كثير وبدنا نسد الفجوه بكل هالاستيراد اللي نحن بنستورده من الخارج، وبدنا كمان الشرق والصين هي كمان تغطي عنا، ما بدنا ننسى انه نحن علينا دين واخلينا بدفع مستحقاتنا باليورو بونز اللي هي مقومه بالدولار الامريكي، اذا في حدا لازم يغطي علينا عنا هالدولارات. بس شو بده يصير بهيدا الوقت الضايع او كيف بده يتم عمليه تمرير الوقت لنقدر اول شيء ليتخذ قرار ينمشى عليه كيف بدنا نتوجه غربا او شرقا، علما انه في ارتباط عضوي مع الغرب صعب تفكيكه خصوصا انه في انقسام افقي وعمودي بالبلد، بس في عنا مرحله من الوقت كيف بدها تتغطى؟ كيف بدها تمرق؟ عظيم، اليوم خليني اقول لك انه الحكومه اقرت انه بدها تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والكل متمثلين بالحكومه، كل الاطراف والثنائي الشيعي متمثل بالحكومه، اذا اليوم اذا بدك تعمل شيء ونقيده يعني ما تمتثلي بقرارات قانون قيصر بتكوني انت عم تنسفي ما يسمى التفاوضات مع صندوق النقد الدولي. بس كمان هذا الثنائي الشيعي اللي موجود على الحكومه ما بتناسبه، على الأقل حزب الله تحديدا ما بتناسبه قرارات قيصر، يعني عم تلغي وجوده بالنهاية، قانون قيصر يلغي الوجود، قانون قيصر يتحدث عن تسكير الحدود ونحن بنعرف أنه هذه الحدود وهذه المعابر هي حاجة لسلاح حزب الله تحديدا ولتمرير السلاح بالنسبة لحزب الله، لما بنحكي عن قوات دولية أو يونيفل على الحدود بين لبنان وسوريا هيدي مشكلة خطيرة أيضا في الداخل، لما بنحكي عن ضرورة تنفيذ القرارات من 1559 وحصر شرعية السلاح بيد الدولة، هون كمان أنت عم تنهي حزب الله عمليا وعم تنهي وجود حزب الله، وفي غيرها من المواضيع أيضا، إجبار السلطات اللبنانية عن موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية بما يتعلق بالنفط والغاز مع إسرائيل، طيب هي كلها مين بيحملها في الداخل؟ يعني هيدي ليس خفيا على احد انه في صراع سياسي، والصراع السياسي بيتخطى الحدود اللبنانيه وبيتخطى حزب الله، الصراع السياسي هو صراع خلينا نقول بين الشرق والغرب وبيتمثل بمحور روسيا وايران ومن من من الجهه الاخرى بالولايات المتحده الامريكيه، بس خليني اقول لك انه ايران هي سوق خام وممكن اذا
إذا الولايات المتحدة الأمريكية وصلت لاتفاق مع إيران ممكن كل هالمواضيع تنحل، لأنه نحن بنعرف اليوم أنه إيران هي بحاجة لأي شيء، إن كان من طيارات من سيارات، وعندنا 80 مليون مستهلك. بالتالي ما أظن أنا وقراءتي إن كانت الاقتصادية والسياسية أنه الولايات المتحدة الأمريكية رح تمهد الطريق للأوروبيين أنه هن يزودوا الإيرانية بكل هالمعدات وبكل هالمنتجات. بالتالي اليوم المفاوضات هي تتخطى لبنان. لبنان اليوم عليه انه يقوم باللي عم بيقوم فيه من ناحية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وانه اقله ما يستفز المجتمع الدولي، لانه نحن وصلنا لحالنا انه نضطر نستجدي صندوق النقد الدولي لا يمنحنا هالقروض. بالتالي هيدي هي عين العقل اللي لازم تقوم فيه الحكومة اللبنانية بالوقت الحاضر. أما حزب الله بموضوع سلاحه، بموضوع كيف ممكن يجيب السلاح للداخل اللبناني، أكيد عنده طرق غير البر، وأكيد عنده طرق تانية ليقدر يزود نفسه بالسلاح. يعني عم بتقلي أنه ستضطر الحكومة اللبنانية للتعامل مع هذا القانون، بس بدها تجرب تزورب لتطلع بأقل الأضرار الممكنة. أكيد، وخلينا نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن تكون مرنة بتطبيق القانون. كيف يعني؟ يكون كيف يعني مرنة؟ وكيف يعني استنسبية؟ يعني ممكن تتفهم أنه نحن إذا في تبادل تجاري مع سوريا، إن كان صناعي أو زراعي، وما بيمس خلينا نقول علاقات من دولة لدولة، ممكن هذه ينغض النظر عليه. أما بموضوع الترانزيت وبموضوع المتنفس والمعابر للتصدير إلى بلدان الخليج، كمان ممكن هون الولايات المتحدة الأمريكية تتفهم هذا الوضع. هلأ بموضوع الكهرباء واستجلاب الكهرباء من سوريا، طبعا نحن بنعرف أنه الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا كان عندها اهتمام جدي بموضوع الكهرباء، وهون بنعرف أنه دخل على الساحة شركات أمريكية لا طبعا تبني هالمعامل بلبنان. اذا كمان في نوع من المنافسه الاقتصاديه، واكيد لبنان اذا استجلب الكهرباء من سوريا رح يكون هيدا عواقبه وخيمه عليه. اليوم في علامات استفهام عم تنطرح انه هذا الضغط الامريكي الكبير اللي عم يمارس على خلينا نقول على لبنان تحديدا، سواء كان بطريقه مباشره او غير مباشره، بالواسطه او مش بالواسطه، قد يؤدي في مكان ما الى اسقاط هذه الحكومه. هل بيحمل لبنان اليوم عملية إسقاط حكومة لن تقوم قائمة لحكومة بدالة؟ يعني هي هيدي وأنجا درنا حطنا بالموضوع، خصوصا أن نحن عشية عودة الناس إلى الشارع، ونحن بمرحلة الناس عن جد ما بقى قادرة تتنفس بكل معنى الكلمة، وقد تنفس هالضغط اللي فيها بطريقة لا تحمد عقباها. هلا بالطبع اي تأزم اجتماعي رح تدفع ثمنه هي الحكومه اللبنانيه، يعني انخفاض سعر الليره رح يدفع ثمنه الحكومه اللبنانيه، الاخفاق بالتعيينات، الاخفاق بخطه الكهرباء، كل الاخفاقات. اما موضوع الشعار الاساسي اللي كانت الحكومه حملته انه هي مستقله، اضحى هذا الشعار ورائنا، لانه بنعرف انه الكل عم بيهدد اما بسحب وزرائه اما بمقاطعه جلسات مجلس الوزراء. نعم. بالطبع اليوم المخيف جدا انه هي البطاله عم ترتفع، تخطت ال 45% اليوم للاسف. في عنا أكثر من 50% من اللبنانيين تحت خط الفقر، إذا نحن ما فينا نقول للبنانيين اقعدوا ببيوتكم وانتظروا، نحن عم نقوم بأشغال أما بمشاريع ممكن يكون في منافع لها. اليوم على الحكومة اللبنانية تكون جدية. كيف تكون جدية؟ يعني تقوم بالإصلاحات المطلوبة منا قبل ما تتفاوض مع صندوق النقد الدولي. الإصلاحات يعني موضوع القطاع العام، يصير في إعادة النظر بموضوع القطاع العام، الأموال المهربة إلى الخارج بعدهم بيقولون لأنه هيئة التحقيق
خاطبت المصارف والمصارف قالت لها انه ما في اموال مشبوهه، اذا كل هيدا عم بيصير في فقدان بالثقه والهوة عم تكبر بين المواطن اللبناني الشعب وحكومته. طيب اليوم ما فينا نراهن على عمليه الاصلاحات لانه عم نشوف شو عم بيصير، يعني بالعكس عم بيزيد الامر تعقيدا بالمحاصصه السياسيه، وعم بتشوف شو عم بيصير سواء كان بالتعيينات سواء كان بغيرها. طيب يعني معناتها ما بدنا نتامل خير بموضوع الاصلاحات. لا ست سمر، وقت نحن بدنا نحمي اللي حولوا اموالهم للخارج بطريقه غير، ما رح نقول غير قانونيه بس غير اخلاقيه، ولليوم ما بنعرف مين حول للخارج، وبنكون عم نستجدي بنفس الوقت عم نطلب من الصندوق النقد الدولي يمنحنا 10 مليار دولار، اللي هو انا بشك يعطينا 10 مليار دولار، وقت بيكون في عنا ودائع مخزنه بالمنازل لانه في فقدان السرقه تتخطى الأربعة خمسة مليار وتحول تقريبا 6-7 مليار دولار للخارج، طيب ليش ما بنقوم بهالخطوات بدايه لنقدر نحن نستعيد الثقه نوعا ما؟ بالدرجه الثانيه وقت بنشوف هالملاحقات للصرافين وبنشوف هالتوقيفات نرجع من ثم بنشوفهم قاعدين على ذات الطاوله وعم يتحدثوا وهالوئام بيناتهم، وبيرجعوا بيفتحوا الصرافين بيعلقوا اضرابهم وما بيمتثلوا بتعاميم مصرف لبنان اللي هي المفروض يكون المنظمة أما المؤسسة اللي هي بتراقب هالقطاع. إذا هون كله بنشوف أنه في محاصصة بعدها مكرسينا، وفي موضوع الكارتلات بعدها موجودة اللي هي كلفتنا مليارات الدولارات، وهيدي الحكومة إذا ما فيها تقوم بهالإصلاحات وبهالخطوات السريعة، طيب شو فينا نحن نتأمل من الحكومة؟ إذا هالحكومة للأسف بعد هالمئة يوم ما أنجزت، يعني أخفقت بنسبة 97% مش أنجزت بنسبة 97%.